السلام عليكم ورحمة الله. إن الهدف من الصوم هو الوصول إلى التقوى، قال تعالى: لعلكم تتقون. وللمتقي درجتان، الأولى الجنة التي تضم نعما كثيرة، والثانية المقام عند الله تعالى، فالأولى للجسم والبدن والثانية للروح. عن الصادق عليه السلام قال: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. في دعاء سحر رمضان نسأل الله جمالا تاما: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. من المؤسف أن يتعلق الإنسان بما هو متغير، فكل ما سوى الله معرض للزوال، وهذا ليس جزاء للصائم، جزاء لقاء الله تعالى. بقراءتنا لدعاء البهاء نرى معانيه العالية كاملة وشاملة لمطالب سامية. هذا ما يريده الأئمة لنا أن نتعلمه، والصائم يليق به أن يقول هذا القول: اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. هذه الكمالات المعنوية التي لا يقاس بها شيء تتوفر للصائم، وإن لم تكن كذلك لما وصى أهل البيت عليهم السلام بطلبها في هذا الشهر المبارك. أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.